اوف 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 اه تاني احنا خلصنا او مخلصناش؟ يا جماعة الصوت ال 3D في السماعات يا جماعة بص بيزاول جدا، بيعرفني الصوت جاي من ورايا لقدامي ولا منين بالظبط. نجرب ندخل من هنا طيب. مش نافع، مقفول. الله بقى، واحنا مش خلصنا ولا ايه؟ كاتسين اترست عرايس. Don't leave. I can't let you. You're still alive. ايه الرعب ده يا اخوان؟ All my friends murder you. Tick-tock. Your life is alive. Wait. راح فين؟ ايه الجو الغريب ده يا جدعان؟ المكان اللي انا دخلته في الاول، في الدور الاول طبعا ده مقفول. بصوا المنظر ده يا جماعه، بصوا المنظر ده. احييكم يا كابكم بصراحه، انتوا بصراحه بتلعبوا بالاعصاب بطريقه ماشي. انا ما عنديش غير هنا السلم، اطلع فوق. طيب في فوق تحس ان هم بص بيعملوا حفل عليا. اخس اخس ولا انا ابو شكلكم. انا طب اروح فين؟ انا المفروض اروح فين يعني؟ أنا في ظهري احمر. ايوه المفروض اطلع فوق. انهم يمرحون ويلعبون بحياتي. باب افتح. ايوه تعالي. اخلع بقى رقبتها دي. ايه هجيب امك شمال المزيكا يا جماعة. انت فين؟ على شمالي الباهو. هو الباهو ده هي راحت فين؟ دي بتتاخد دي؟ البهو. ايوه العرايس عددها بيزيد ولا ايه يا جماعه؟ راح لفينا البهو كله. هنا انتوا مزعجين قوي بصراحه. هو هنا هو هنا هو هنا. بيطلعوا لي ازاي؟ ده انت ايثم بتتهان وعليا النعمه والله. مش غير فوق بقى، ولازم اطلع اسلوها فوق تاني.
في باب هنا، في حاجة هنا. مشكلة المرحلة دي يا جماعة مفيش أي كولكتبلز خالص، يعني ما حصلتش على أي حاجة داتا قيمة. هو ظهر الموضوع مش هنا خالص يعني. اروح لها فين دي بقى؟ اروح لها فين؟ في حاجة على الشمال هنا، في حاجة دي ايه دي؟ هي قدامي الساعة. هي دي؟ لا وبعدين بقى لقد توفيت رحمة الله. ناخد البيت كامل على اليمين. طيب نروح شمال بقى. اهي اهي بنت ال تعالي. فين بقى تالت مرة؟ هنا؟ غريبة أول أوضة اللي فيها كراكيب دي يا جماعة. هجيب أمك أنا، تعال. يلا غوري في 60 داهية. ايه ده؟ It's over. دي كانت واحدة عادية ولا ايه؟ ولا بتهيالي ولا هي بتعمل خداع بصري؟ ميا. We'll make things right. ميا. كنت نسيت اسمها الوهلة. I need to get out of this place. طب ما كنت تدوني البتاع من الاول وخلاص. ايه ده بقى؟ فحص مدموجة مفتاح ذي الاجنحة الاربعة كده اعرف افتح الباب التاني. So that's who was behind all this. That makes two. دي قرورة الساقين، انا جمعت الراس والرجلين. الباب كده اتفتح صح؟ لا انا عايز بس اعرف ايه اللي ناقص هنا. انجي انجي اسمها انجي؟ اه خلاص كده دن. باي باي كامبورا. واخيرا تم الانتهاء من هذا المكان الرخم. كان مكان رخم بصراحة جدا يا شباب.
يعني نروح بقى للهواء العليل. باشا دخلت بالاسانسير، باشا ضيف، رحت زرت البيت، عملت الواجب، قمت راجع نازل بالاسانسير تاني. في بعض الفريم دروبس حصلت دلوقتي لو انتوا خدتوا بالكم منها، بس مش مشكلة بسيطة يعني، مش هتأثر في أداء اللعبة خالص. اوكي يا ساتر، ده مكان غريب يا اخي. كان في بقى حاجة هنا وكان تيكت بنفنتو، في حاجة من الحاجات دي ممكن تنفعني. انا معايا اسلحة دلوقتي، بقت معايا ايه، الحمد لله اخيرا فحص. طب ايه بقى، هعرف اعمل حاجة بدي ولا لا؟ في كنز هنا، ده اخده ازاي ده بقى؟ مفتاح، مفتاح ديمتريسكو برضو اكيد، لا طبعا. قارورة الساقين، لا برضو. عجلة البئر اكيد لا. خريطة الكنز، سرعة الية، عقد الويزا او عقد. طب انا في حاجة ما خدتهاش من فوق عشان اعرف اخد الكنز اللي هنا مثلا؟ طب هي اديها طلقة؟ ولا نافع اي حاجة. هو واضح يا جماعة ان في كلمة بنيفينتو دي، مش عارف انا حاسس ان فيها حاجة، او بنيفينشيو هي تقريبا اسمها بنيفينيو او بنيفينتو تقريبا، بنيفينتو ده انا بنطقها صح يعني. مش عارف يعني، المفروض مش عارف ايه، اكيد في حاجه المفروض احصل عليها تفتح لي هذا المكان، انا مش عارف ايه دلوقتي بالظبط. فخلينا نكمل في القصه، اكيد يعني لما اتقدم هلاقي حاجه ممكن استخدمها عشان اعرف افتح هذا الكنز. ايه ليوز، نرجع بقى للدوق عشان نحط القارورة الأخيرة. تعالى تعالى انت كمان، انتوا ليه كتير؟ تعالوا لي نلم الحاجات. البيت ده محتاج يتفحص، حفظ. انت فين؟ تعال. تعال لي تعال لغم. تعال تعال. خلاص خلصتوا بح، ممكن بقى نخش نفتش البيت على ورقة. خش خش فين؟ في حاجة جوه البيت لسه؟ فيه ما هذا؟
اوه بيبي 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 ده شوت جان. متهيألي احسن شوت جان اللي معايا، مع ان اللي معايا كلاسيكي جدا يعني. ليوز هو الظاهر عشان مفيش كولكتبلز جوه المرحلة السخيفة دي. في بتاع هنا ايه. ده بالصدفة لقيتها يا جماعة. الظاهر لعبة مليانة من الحاجات دي من بيوت العصافير دي وانا معرفش. انا كده ايه هراجع صح كده. تعال جرب شوت جان جديدة. والله ما اعرفش يا جامده ولا لا، ولكن يعني عشان انا ضربته مسدس الاول فايه فاحتمال تبقى جامده، وانا مش عارف هشوف لسه هنشوف. مش انا دخلته قبل كده؟ لا لسه ده جديد. ده في متاهه. اوكي. طب يا جماعه انا يعني هرجع للدوق دلوقتي. رصاصات، مفتاح صانع آلات الموسيقى. ده عشان افتح بيت آلات الموسيقى. وفي سيف بوينت اهي. لسه في حاجات. ايه ده؟ نوفمبر 10 اصبحت السيدة دونا ابنة ام ميريندا متبناه طيلة حياتي. لم اشعر بتلك السعادة من قبل. كانت تخاف من الاخرين منذ الطفولة بسبب تلك الندبة على وجهها. حبست نفسها بعد وفاة والديها ولم تكن تتكلم الا مع عين انجي الدمية التي صنعها والدها لها. سأظل شاكرة للأم ميريندا على عطفها. يبدو أن السيدة دونا سعيدة، ربما هي مخيلتي، ولكن أشعر أن حتى دميتها أنجي أكثر حيوية من ذي قبل. لقد أتت إلي في الحديقة اليوم واستعملت أنجي للتحدث معي. لقد خضنا حديثا رائعا شائما معا للحصول على هبة القوة من الأم. أعطت السيدة دونا زهورا صفراء لأزرعها في الحديقة، زرعتها أمام قبر السيدة كلاوديا. أجهل لو كانت رائحة تلك الأزهار هي سبب دواري. بدأت ليلتها برؤية زوجتي الراحلة في أحلامي وذكرت الأمر وذكرت الأمر لدونا. كانت متشوقة، طلبت مني ذهاب إلى المنزل غدا ورؤيتها. قالت إن بإمكاني رؤية عائلتي مجددا. أجهل ما عنت ولكنها عطوفة للغاية. غالبا راحت خلصت عليه يعني. يعني هتوديه يعني هو مش هيشوفهم، يعني مش هيجيبهم يشوفوا، لا هو ايه هتوديه هو هناك يشوفهم في الجحيم ان شاء الله. ده غالبا الراجل المزارع او الشخص اللي كان شايل مفتاح الموسيقار. طيب في حاجه تانية في البيت ده؟ في حاجه تانية لسه انا ما لقيتهاش. فين؟ طب يا جماعه انا شايف ان انا هعمل سيف دلوقتي عشان احنا ايه الفيديو كده طول جدا. ورب تكونوا استمتعتوا بالمشاهده يا شباب، وسيبوا لي طبعا في التعليقات ما تنسوش ايه رايكم في هذا الجيم بلاي الرائع واستمتعتوا بيه ولا لا. كان مرعب جدا بصراحه الفيديو دوت، والتشابتر ده كان من اسخف الشبات اللي عدت عليا في اللعبه. طبعا التشابتر بتاع ليدي ديمتريسكو كان اظرف منه بكتير، بس ده كان مرعب بصراحه، تجربه مرعبه يعني. كان معاكم احمد باكت يا شباب، جيمرز اند جنتلمان من قناه فرجني، واشوفكم فيديو جاي ومع السلامه.